صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي برعايه بنك سعيد. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون مهم جدا 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 بالنسبه لنا. واحد يقول لي ايه جدا الكتير دي، ما كل ماتشاتنا مهمه. اقول له عشان النهارده ان شاء الله هو ماتش التتويج بلقب الدوري للمره الخامسه على التوالي و42 في تاريخنا. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام الاتحاد السكندري الساعه 8:30 بالليل على ملعب برج العرب في اسكندريه. وبنفكركم ان فريقنا بيحتل صداره جدول الترتيب برصيد 71 نقطه، والاتحاد قبل الجوله دي في المركز الخامس برصيد 36 نقطه. يلا بينا. سيدي البلد بيدخل ماتش النهارده بسلسله طويله جدا من التعادلات طول الموسم، والفريق حقق الموسم دوت 12 تعادل، وهو تاني اكتر فرقه حققت تعادلات في المسابقه بعد سموحه. اكتر حاجه ممكن تلاحظها لما تتفرج على سيدي البلد في الدوري هي الاخطاء الدفاعيه الساذجه. بنشوف الفرقه بترتكب اخطاء دفاعيه كتير، وده اللي ظهر في مباراه الدور الاول اللي حسبناها بنتيجه 4-0، وكمان بيظهر الاخطاء الدفاعيه في ركلات الجزاء الكتير اللي بتتحسب على الفريق. تقريبا كل ماتش بيتحسب عليهم ضربه جزاء، ده غير نظرة الكلين شيت. وبنشوف بعد العودة من التوقف الفريق خرج بشباك نظيفة مرة واحدة بس قدام وادي دجلة في المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. حتى سكندري بيمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات واللعيبة الشباب كمان، لكن بالنسبة لي المهمين هم اللعيبة أصحاب التجارب الكبيرة زي حارس المرمى عماد السيد، وقدامه كمان في صبري رحيل وأحمد نبيل مانجا ونور السيد وخالد قمر، ومعاهم كمان الثنائي المحترف رزاق سيسيه وإيمانويل أوكوي. لكن بالنسبة لي أهم لعيب في فرقة الاتحاد الموسم ده هو أحمد رفعت، هداف الفريق في مسابقة الدوري، صاحب الست أهداف لحد دلوقتي، وعايزين نخلي بالنا منه النهارده. نروح بقى لفرقتنا اللي بتدخل ماتش النهارده وهي محتاجه 3 نقط بس عشان نتوج بالبطوله اللي مكتوبه باسمنا. فريقنا بيدخل ماتش النهارده بمعنويات مرتفعه جدا بعد الفوز الكبير اللي اتحقق على الاسماعيلي بنتيجه 3-0، والحقيقه الماتش ده كان كله مكاسب كتيره جدا، من اول عوده كهربا العائد من الايقاف بعد فتره طويله، لهدف علي معلول المبكر اللي خلانا نسيطر على كل حاجه بدري، لجول بادجي اللي بيثبت ان هو صفقه مميزه وهيجي منه ان شاء الله كتير مع الوقت وهيدينا حاجات كتيره كويسه، ليه كمان جول احمد الشيخ اللي جه في اخر المباراه وخلانا نقدر نحقق اكبر فوز بعد العوده من التوقف. الفوز الكبير دوت بيدينا مؤشر ان الفرقه ماشيه على التراك الصح، وان احنا ان شاء الله قربنا نرجع للاداء اللي كنا بنقدمه قبل توقف الدوري، لما كنا بنكسب 3 و4 و5 بسهوله وكمان بنقدم اداء قوي. الجهاز الفني قرر ان الفرقه تفضل مكمله في اسكندريه في معسكر مغلق هناك بعد ما لعبنا الحرس في المكتب، وماتش النهارده ان شاء الله كمان قدام الاتحاد هيكون في برج العرب برضه. طبعا توقيت العوده للتوب فورم كان جاي في توقيت مهم جدا جدا جدا، لاننا في ختام الدوري وخلاص بنحسم المسابقه، وقربنا كمان على نص نهائي دوري ابطال افريقيا قدام الوداد. الحقيقه الماتش اتاجل، هيتلعب في اكتوبر مش في سبتمبر، وده اللي حبينا نسال مستر فايلر فيه لما اتكلمت معاه في المؤتمر الصحفي وقلت له هل تاجيل المباراه لاكتوبر في مصلحه الفريق ولا لا. الحقيقه الراجل قال انا ما اقدرش احكم دلوقتي على التاجيل دوت هو في مصلحتنا ولا لا الا لما لعب الوداد واشوف مستوى الفرقه هيكون ازاي، لكنه الراجل حسيت ان هو مرتاح للقرار لما ختم كلامه بجمله لكن ده ممكن يكون في ميزه لفريقنا لاستعاده المصابين. طبعا احنا داخلين ماتش النهارده والفتره اللي فاتت عندنا غيابات كتير جدا كل ماتش بنتكلم عليهم، وماتش النهارده هيكون غايب عننا حسين الشحات وعمرو السوليه وصالح جمعه ومحمود متولي وكريم ندفد وسعد سمير، لكن ان شاء الله احنا بنتمنى ان الفرقه تفضل محافظه على الاداء القوي وعلى ثباتها في الملعب والنتائج الكويسه اللي بتحققها، وان شاء الله بنتمنى ان ربنا يبعد عنهم شر الاصابات في الفتره اللي جايه. وقبل ما نختم بنفكركم تشاركوا معانا في مسابقه بنك سعيد راعي النادي الاهلي اللي بيقدم جوله في ملعبنا وكمان تيشرت الفريق لكل الفايزين. وبمناسبه ان احنا خلاص قربنا نحسم الدوري وكلها دقائق ان شاء الله، فعايزين مسابقه النهارده تكون مختلفه. شارك معانا باجمل تعليق او اجمل حاجه من وجهه نظرك او اجمل احتفال عن تتويجنا بالدوري في التعليقات. وبنفكركم يا جماعه بلاش تتوقع النتيجه لان المسابقه مش توقع النتيجه.
شروط المسابقة هي اعمل شير للحلقة ومعاها هاشتاج الأهلي وبنك سايب وتعليقك اللطيف عن تتويجنا المتتالي، وما تنساش كمان تحمل تطبيق الراعي بنك سايب، ونشوفكم إن شاء الله قريب جدا، ويلا يا أهلي.